إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله إخواني في هذا البيت المبارك من بيوت الله تعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان ويغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا فضله ونحن مجتمعون في بيته على طاعته. مرحبا بكم في اليوم الخامس والأخير من الأسبوع العلمي الشباب بين الدنيا والدين. روى أبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصرتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن أن وفاء كوفاء السيف، فينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قال قائل: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمما لا شك فيه أن أمتنا تحتاج في خضم هذه المهن المتتابعة والفتن المتراقبة إلى سواعد فتية وقلوب حية تنظر لحب الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والغيرة على دين الله، ترفع راية الإسلام خفاقة من جديد وتعيد مجد أمتها السليم. ولمن تكون هذه السواعد الفتية والقلوب الحية إن لم تكن للشباب؟ هذه الفئة المباركة التي اصطفاها الله تعالى لنصرة أنبيائه ورسله، نبيا بعد نبي ورسولا بعد رسول، حتى أعز الله دينه ونصر دينه. ومما لا شك فيه أيضا أن الشاب المؤمن في هذا الزمان يعيش قابضا على دينه كالقابض على الجمل، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتاج في كل وقت وحين إلى من يذكره بالله ويشد على يديه ويطمئن قلبه بوعد الله عز وجل. وخير من قام بهذه المهمة هم العلماء الربانيون والدعاة الصادقون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلا يكاد حتى يذهب ذلك كله وينقلب قوة ويقينا وطمأنينة وشجاعة. فسبحان الله تعالى، هذا هو حال العلماء الربانيون والدعاة الصالحون في كل وقت وحين. ومتى ذكر الشباب في زماننا هذا وذكرت دعوة الشباب، فلا نجد في هذا الميدان وهذا المضمار خير من هذا الفارس الذي ألقى الله تعالى محبته في قلوب عباده وكتب الله له التوفيق والسداد، فضيلة الشيخ الدكتور حازم جمان، فليتفضل مسددا لي وفقا من ربه عز وجل. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم ربنا، اللهم لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس بيدك. نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة تحيي بها ليلنا بالخير بين يديك، وتجعلنا بذلك صوابين قوامين ذكرين شكرين يا رب العالمين. اللهم أعين الأمة. أما بعد، يا
يعني اتمنى ان محدش من اخواني يبص للمانجا للشرايح بس خليكم معايا خلاص يعني اخونا تحت الثاني مانجا من غير شرايح فلما شربتها جنبي بقى الله المستعان فانتوا تخليكم معايا ان شاء الله احنا هتلاقي التنصر من شعرهم باذن الله سبحانه وتعالى وهي ليله تحدث عنها يعني جماهير كبيره عظيمه من علماء السلف شيخ الاسلام ابن تيميه يعني تحدثوا عنها بفضلها وباختلامها شيخ الاسلام ابن تيميه الامام الاوزاعي علماء او تابعي اهل الشام فاطمه وتلامذته اسحاق بن راهويه ابن حجر العسقلاني الامام النووي الفيروز ابادي كثير جدا 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 من العلماء سواء من المفسرين او من شراح كتب السنه تحدثوا عن فضل هذه الليله فطبعا الليله لها فضل عظيم جدا فاحنا مش عايزين يعني مش عايز كفر عليكم الكلام في هذه الليله ولكن يبدو ان الواحد فعلا يعني في هذه الليله فضل ومنه الله يعني اكتسب شيوخ جليله ليه شيخ طارق وشيخ سامح ربنا يبارك فيهم ويبارك في كلامهم الطيب اللي فيه قبول بفضل منة الله سبحانه وتعالى بكل هدوء كده الكلام بيبقى جميل مش بيزعقوا بقى ويخططوا كده ويبقى يطلعوا من الشاشه كده كسر يطلعوا الناس كلها على الكمبيوتر ده فكان الله المستعان يا اخواني يعني لاول مره في حياتي اتاخر هذا التاخر عن درس يعني نويت لله سبحانه وتعالى ان اجي لاتحدث مع اخواني ومع يعني من منى الله سبحانه وتعالى عليه بالمجيء الى بيته عن حاجه من جمهور الدين، المقصد يا اخواني ان الواحد ما خلصش الطريق حاطه قدره، يعني الواحد نازل من القاهره طنطا في القاهره في مشوار فرض من القاهره طنطا قد ايه؟ مثلا ساعه وربع ما خلصتش الطريق حاطه قدره، فجيت متاخر، الواحد هو جاي قاعد يفكر طب يودي لو انا في طريق من طرق الدنيا ما قدرتش الطريق حاطه قدره، ايه اللي هيحصل يعني اخرها ايه اللي هيحصل؟ اتاخر عن المشوار بتاعي، المشوار بتاعي كله هيروح، المصلحه اللي انا رايحها تروح، ولكن لو انت ما قدرتش الطريق لله حق قدره، لو ما عرفتش انت لسانك قد ايه عشان توصل لربنا، لو ما حسيتش انت متاخر عن ربنا قد ايه، دائما لا افكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم سيدنا علي بن ابي طالب اجابه والله يقول: اللهم اني اسالك الهدى والسلام وانوي بالسلام سلام السهم، اقول يا رب انا لو هنطلق ليه بسرعه السهم بسرعه السهم المنطلق طب انا اوصل في يوم معنى ان انا محتاج عشان اوصل لربنا ان انا افضل من الوقت لاخر عمري مهما طال بي العمر منطلق الى الله زي السهم المنطلق معناه ان الطريق طويل يا جماعه معناه ان احنا متاخرين يا اخوانا معناه ان احنا لسه في مشاعر ايمانيه احنا ما استناش حد اصلا في مطالبات سخنت في قلوب الصالحين احنا ما نعرفش عن اي حاجه هتفضل متاخر كده لحد امتى في بعض الاطفال الميلاد في النصف من شعبان ليله ترفع فيها الاعمال في بعض الاطفال طب تخيل صحتك لما تترفع لربنا دلوقتي هتفضل صحتك كده هتفضل صحتك بهذا الهزال اللي هي فيه هتفضل راضي من الوضع اللي انت فيه هو صحتك دي لو اترفعت جنب صحف الصديقين والصحابه والشهداء هتروح فين وسط كل دول؟ صحتك دي وزنها عند ربنا هيبقى قد ايه؟ عايزين ننتبه يا جماعه عايزين ننتبه ننظر ابو مجاهده يوم غزوه احد والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول من ياخذ هذا السيف بحقه وابو مجاهده لما لقى الفرصه خد السيف وكل يقاتل بيه حتى طرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده ابو مجاهده اتعرضت عليه الفرصه ما ضيعهاش دخل التاريخ دخل في كتب التاريخ كلها بسبب ان هو انتهز الفرصه، اوعى تضيع فرصه رمضان اللي جاي بعد ايام، ابو دجاجه ما ضيعش الفرصه شوف خد ايه، وفضل اعظم موقف يدخل لابي دجاجه، اوعى تضيع الفرصه اللي ربنا جايبها لك دلوقتي، منظر انس بن النضر رضي الله عنه، واصحاب قلوب رايحين من بدر فرحانين وبيضحكوا ومستبشرين بفضل الله عليهم، وهو اللي بيبكي فيهم وحزين وقلبه بيبكي دم ليه؟ لكن ادركت مشهدا اخر مع رسول الله يا ندمي ان جت فرصه مع النبي عليه الصلاه والسلام وفاتتني فلما ادرك مشهدا اخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع ومصدق حتى لم تعرفه اخته الا بمنامه رمضان جاء يا جماعه في خلال ايام هتعمل ايه في رمضان؟ منظر ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو
وهو بيحكي عن يوم غزو احد وبيبكي والدموع نازله من عينيه وهو يقول ذلك اليوم كله لطلحه. طلحه سبقني في اليوم ده ربنا. سيدنا وقت حزين ان في يوم من الايام اتسبق لربنا، ان في حد سبقه في يوم من الايام لله سبحانه وتعالى. اوعى تتسبق لربنا في الغار، اوعى يجي رمضان وتبقى من الصفوف الاخرانيه، اوعى يجي رمضان وتخرج منه زي ما دخلته. كل معركه من المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليها بطل من الابطال. بدر الثلاثه، اول ثلاثه طلعوا سيدنا علي وسيدنا حسن، اول ثلاثه طلعوا من اجل القتال. ربنا نزل فيهم قران في سوره الحج، هذان خصمان اختصموا في ربهم. اول ثلاثه مسكوا سيوف وطلعوا يقاتلوا مباراه في سبيل الله في هذه الغزوه. طب في قبل كده كانت في سرايا، وكان قبل كده كانت في غزوات. ما المره دي احنا بنحارب مكه، المره دي احنا بنحارب البلد اللي الدنيا كلها هتقوم لو في سيف واحد اترفع عليها. المره دي المخاطره اكبر مما يتخيل اي احد، المره دي المبارزه على طولها اكبر مما يتخيل اي احد. كان ثلاثه ربنا نزل فيهم قران يوم غزو احد. ال 14 صحابي اللي سبتوا حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اكبر ابطالها. يوم غزوه نقطه خالد بن الوليد وتسع سيوف بتتكسر في ايديه، وايديها ما بتتكسرش ولا بتتحرك في مكانها. انت كل اعمال حياتك في دين ربنا اللي عملتها من يوم ما صاحبتك كتب عليك عمل فيها، لو اتحطت من زاد واتحط كسر التسع سيوف في ايد خالد بن الوليد يوم نقطه في ميزان، ايه اللي هيربط؟ ايه اللي هيتقل؟ لو كل اعمالك اللي انت عملتها طول حياتك اتحطت في ميزان، واتحط تقطيع مصعب الرعبان تحت الرايه الفقر حتى لا تسقط الرايه في الكفه الثانيه، ايه اللي هيربط؟ لو كل اعمالك الصالحه في حياتك اتحطت في ميزان، واتحط اخلاص صحابي واحد، صدق صحابي واحد، بكاء صحابي واحد، ايه اللي هيربط يا جماعه؟ كل معركه من المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليها بطل، كان ليها بطل من الابطال. يوم الهجره كان بطل مع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الصدرين. مين اللي هيبقى بطل رمضان؟ مين اللي هيبقى بطل في رمضان؟ مين اللي هينال بطوله في رمضان هذا؟ في رمضان ربنا فتح على ايد الصحابه في بدر، وفتح على ايد الصحابه مكه. انت ربنا هيفتح على ايدك ايه في رمضان ده؟ ايه الفتح اللي هيجي على ايدك في رمضان ده؟ يا ترى يا جماعه هندخل رمضان وهناخد منه واحنا زي كل سنه مش متغيرين ومفيش حاجه متغيره فينا؟ انا عايز اسالك، انت هتتغير؟ انت هتبكي لما تسمع كلام الله؟ انت هتبكي لما تبص للسماء؟ انت قلبك هيدخل؟ انت شهواتك هتتخلص منها؟ انت صحتك هتبقى من غير ذنوب؟ انت هتنام وانت حاسس ان ربنا راضي عنك؟ انت هتبقى صواب قوام؟ انت ابواب الجنه هيفتح ليك انك تدخل منها؟ انت هتعتق من النار؟ انت هيتغفر ليك ذنوبك؟ انت هتتغير؟ انت هتبقى راجل؟ انت هتبقى جند من جنود ربنا؟ انت الشهوات اللي ماليه قلبك دي هتتطهر من جوه قلبك ونفسك هتزكي؟ انت الكلام ده هيحصل امتى؟ احنا داخلين على رمضان، لما حسبت يوم رمضان اللي هيصام في الايام القادمه باذن الله ربنا احيانا ان شاء الله، لقيت انه يعني حوالي بالظبط 50,000 ثانيه، 50,000 ثانيه عشان نبقى امناء و400 ثانيه، 50,000 ثانيه، قلت سبحانك يا رب، 50,000 ثانيه تعطي عطش وحر 50,000 سنه يوم القيامه. احنا داخلين في موسم الثانيه فيه بتقرب بسنه، بس مش سنه من سنين الدنيا، سنه من سنين الحر والعطش في يوم القيامه. انت داخل على رمضان ليك 60 دعوه مستجابه، 60 مشكله من مشاكل حياتك اللي ما بتضايقكش من التفكير فيها قدامك انها تتحل في رمضان باذن الله. 60 حلم من احلام حياتك ان هو يتحقق. لو واحد من اغنى اهل الدنيا اداك 60 شيك على طيارة، يبقى حالتك ايه؟ لو اغنى واحد في الدنيا قال لك الخزائن بتاعتي هتتفتح لك 60 مره، خد اللي انت عايزه منها. ولله ولكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه، في كل يوم وليله
حديث صحيح في كل يوم وليلة، وليس في كل يوم فقط. عندك 60 فرصة للأذكر للمهارة، 60 فرصة ولله، حديث صحيح ولله، في كل يوم وليلة عتقاء من النار في كل يوم. يعني يوم واحد صح في رمضان مصيرك كل يوم قضي، يعني ليلة واحدة صح في رمضان مصيرك كله ينقذ. عشان كده تعرف ليه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام لما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له يتحط مناخيره في التراب وتتسلم القيامة، وبيلف على عبد عبد يشحت من أي حد حسنة أو حسنات، لأن موسم الحسنات كله اتفتح قدامه وهو اللي ضيعه. يا باغي الخير أقبل، يا اللي عايز حسنات تعالى، يا اللي عايز دنيا، كلمة الخير في القرآن كثيرة ما أتت بمعنى الدنيا وخير الدنيا، يا اللي عايز دنيا تعالى، يا اللي عايز تفريق كروبات تعالى، يا اللي عايز رزق تعالى، يا باغي الخير أقبل، يا اللي عايز الجنة تعالى، يا اللي عايز المغفرة تعالى، يا اللي عايز الأكثر من النار تعالى، يا اللي عايز تتغير تعالى. إذا كان يكون كله بيتغير في رمضان، أنت مش هتتغير في رمضان، أنت هتتغير، أنت هتتغير. لو رمضان جه وأنت ما تغيرتش هتتغير أنت. لما ربنا لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح نزل القرآن، نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، ونزلت التوراة لست فضائل من رمضان، ونزل الإنجيل ل13 فضائل من رمضان، ونزل الزبور ل18 خلونا من رمضان، وأنزل القرآن ل24 فضائل من رمضان. المقصد أن كل رمضان 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 رمضان، بداية الأمم كلها كانت في رمضان، بداية الفتح كانت في رمضان، بداية الدين عبر التاريخ كانت في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اشمعنى رمضان؟ لأن رمضان ده البداية، رمضان ده بدايتك، رمضان لو ما بقاش بداية ليك في علاقتك بالله هتبدأ إمتى؟ إذا ما وصلتش لربنا وأبواب الجنة الثمانية مفتوحة، وأبواب السماوات السبعة مفتوحة، وأبواب رحمة ربنا وخزائن رحمة ربنا مفتوحة، أمال هتوصل لربنا إمتى؟ أمال هتتوب إمتى؟ أمال هتتغير إمتى؟ أمال هتقرب من ربنا سبحانه وتعالى إمتى؟ عايزين نقوم يا جماعة، عايزين قلوبنا تقوم، عايزين نستشهد. احنا متأخرين في طريق ربنا قد ايه؟ احنا متأخرين قوي يا جماعة، احنا متأخرين في معرفة الله، متأخرين في أمن الآخرة، متأخرين في علاقتنا بالقرآن، متأخرين في منسوب الإيمان في قلوبنا، متأخرين في صورتنا بالله، متأخرين في كنديتنا. احنا هربانين من التجديد لدين ربنا سبحانه وتعالى، ده احنا لسه أيام ورانا. هنعوض كل ده امتى؟ وهنوصل لربنا امتى؟ لو ما اتغفرلكش في رمضان هيتغفلك امتى؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. يعني ايه ايمانا واحتسابا؟ احتساب انك انت فوق انت صايم فاكر الجنه، كل ما تفتح معلش عشان عصير الجنه، كل ما تجوع معلش عشان طعام الجنه، كل ما تحس انك تعبان معلش عشان الراحه في الجنه. احتسابا عايش مع الجنه بقلبك طول اليوم، ايمانا عايش مع عظمه ربنا اللي انت صايم عشان طول اليوم، كل ما تتعب عشانك يا رب، كل ما تجهد فيك يا رب، كل ما يحصل لك اي حاجه او تستطيع اي طعام او شراب فيك يا رب ومن اجلك يا رب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا عايش طول الصيام مع الله ومع الجنه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ترجع قيامه ولا ترجع امك بعد رمضان. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر لوحدها قامت مقام الشهر كله، الشهر كله صيام وقيام بالمغفرة. ليلة القدر لوحدها بالمغفرة قامت مقام الشهر كله، كل الفرص المفتوحة ليك. وبعدين وبعدين هتوصل لربنا في رمضان قد ايه؟ لو ما وصلتش لربنا في رمضان هتوصل امتى؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان يواصل الايام في رمضان،
الرسول عليه السلام لا يريد أن يضيع لحظة في رمضان، لحظة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت شخص ذمتك لرمضان قد إيه؟ لو دعائك لم يستجاب في رمضان، هيستجاب أنت؟ لو ما عرفتش إزاي تدعي ربنا في رمضان وأبواب السماء مفتوحة كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمال هتدعي أنت؟ هتدعي أنت؟ عايزين نرفع شعارنا دلوقتي يا جماعة من قبل ما يجي رمضان، وإحنا في أيام رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم أعمالنا هتقبل ولا لا، والله أعلم، الله أعلم قبول ربنا لينا هيبقى إيه؟ هتقبل خطوة من خطواتنا في طاعة ربنا ولا لا؟ هتقبل ركعة من ركعاتنا في طاعة ربنا ولا لا؟ هتقبل صدقة استهبطتها ولا يوم صمت ولا لا؟ يا ترى هتقبل ولا هترد ولا يا ترى هيحصل إيه؟ في صحتك ولا صحتك هترفع في عينيين من كتر أعمال الصبر اللي فيها؟ ولا ربنا هيستفيد؟ إحنا قادمين على شهر الاستفاضة شهر رمضان. الأمة دلوقتي مقبلة على مرحلة استفاضة، على مرحلة إمامة. لما ربنا أراد أن يمكن لبني إسرائيل قبل ما ربنا يقول ونمكن لهم في الأرض قال ونجعلهم أئمة، قبل ما ربنا بيريد أن الأمة تنتصر بيبتعث أئمة، بيبتعث رجالة تشيل، بيبتعث ناس تشيل الدين ده. يا ترى أنت من الناس اللي ربنا يستفيدها ولا لا؟ أنت من الناس اللي ربنا يختارها ولا لا؟ أنت من الناس اللي هتصطفى في الفترة القادمة لإعادة التمكين لدين الله في الأرض ولا لا؟ انت فين من ربنا؟ عايزين نرفع شعار مضى عهد النوم، مضى عهد النوم، خلاص عايزين نقوم بقى، عايزين نفوق بقى، عايزين نبتدر اللي فايت مننا بقى، عايزين نقبل على الله بقدر وسعنا في الفترة الجاية قبل رمضان وفي رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. مضى عهد النوم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقول لسيدة عائشة: يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، لا ينام قلبي. اللي ما بينامش ينام بنفسه بيه، اللي بيحب ما يعرفش ينام، والخايف ما يعرفش ينام، واللي شايل الهم ما يعرفش ينام. يا ترى ايه الهموم اللي في قلبك؟ ايه الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان؟ ايه الهموم اللي تخليك تقتنص كل لحظه في رمضان؟ من ضمن الهموم يا جماعه، من ضمن الهموم اللي تخليك تقتنص كل لحظه في رمضان هم الاخره، هم الدار الاخره. هتعمل ايه يوم القيامه؟ حد منكم فكر يا جماعه؟ حد منكم عايز زي ما كان الصحابه بيعيشوا لغايه ما كانت دموعهم بتنزل على جدودهم من شده معايشه احداث الدار الاخره؟ حد منكم فكر لما هيدخل في اخطر مكان على وجه الكره الارضيه؟ عارفين اخطر مكان على وجه الكره الارضيه؟ المكان الاخطر من المفاعلات النوويه، المكان الاخطر من اي مكان فيه خطوره على وجه الاخطر من السجون واللبر، مكان القبر. القبر اخطر مكان على وجه الكره الارضيه. لما تدخل القبر فكرت هتعمل ايه؟ فكرت احوالك هتبقى ايه؟ فكرت انت بتدفن حد من اخوانك بايديك تحت التراب، هيبقى حالك ايه لما تبقى مكانه؟ هم الدار الاخره. قال تعالى: ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. هما بيسالوا عن الجبال ليه؟ واحد مستهزئ يسال عن الجبال ليه؟ ما يوم القيامه يا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام انت بتحدثنا دلوقتي ان يوم القيامه هيبقى يوم حر. ايوه، طب لو يوم حر شديد الحر ممكن نهرب لاسنان الجبال وظلال الجبال نستظل فيها. بتحدثنا عن يوم القيامه ان هيبقى يوم عطش وظما. ايوه، طب ما الجبال معظم المياه، بل كل المياه اللي بتتفجر في الارض اصلها طلع وينبعها طلع من الجبال. هنهرب في الجبال نشرب منها؟ يا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام انت بتحدثنا عن ان الملائكه تقتدنا للعطر الله يوم القيامه. ايوه، طب احنا لما حد ممكن يطاردنا في الدنيا ممكن نهرب من الجبال، ممكن نهرب في اي مدخن في جبل من الجبال. يبقى يوم القيامه كل اللي انت بتهددنا بيه، وكل اللي انت تخوفنا منه، وكل اللي انت بتسرعنا منه ممكن نهرب الى الجبال منه يوم القيامه. ويسالونك عن الجبال فقل تهتك فبها فقل ينسفها ربي، مش يهزها ربي، مش يزلزلها ربي، ينسفها ربي. ده كل القنابل النووية على وجه الكرة الأرضية لو وقعت على سلسلة جبال واحدة من جبال الكرة الأرضية ما تنسفهاش. النسف هو الإزالة الفورية للشيء، التدمير الفوري مع الإزالة الفورية للشيء. نسف ينسفها ربي. قوة الله سبحانه وتعالى لما تأتي على الجبال بالنسف يوم القيامة ينسفها ربي نسفا.
نسفة، نسفة يعني مش نسفة مجازي، مش كلام بلاء، ده نسفة حقيقي، ده نسفة من اللي انتوا تعرفوا في الدنيا. فيضعها قاعا صفصفة القهوة الصحراء كصرام بالضيعة، والصفصف هو الصحراء، تبقى عامة زي الصحراء بالظبط، عامة زي الأرض المتثبتة، عامة زي الأرض اللي ما كانش فيها أي ارتفاع على الإطلاق. فهذا سيكون منشأك في هذا اليوم. إلى أين ستهرب في هذا اليوم؟ إلى أين ستفر في هذا اليوم؟ يبقى من ضمن الهموم اللي تخليك بتنام في رمضان هم الدار الآخرة، هم اليوم الآخر، هم الميزان اللي تتزلزل القلوب عنده. والفائز في رمضان له معاملة في الدار الآخرة غير أي إنسان تاني خالص. ساعة الموت، ساعة الأحزان، ساعة البكاء، ساعة الرعب، ساعة الوجل. والصائم فرحتان، فرحة عند موته وفرحة حين يلقى الله. تخيل الفرحة دي شكلها ايه؟ في القبور، قبور الناس، ده قبره ايه؟ ده قبره روضة، ده قبره حفرة من حفر النار. فإذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي وقاية، وقاية من عذاب القبر، وقاية من عذاب النار، وقاية من همزات الشياطين، وقاية من كربات الدنيا، وقاية من شهوات النفس، وقاية من عذاب القبر. الصيام جنة، لحظة البعث، الشهيد بيطلع ريحته ريحة المسك، الصائم رائحته أو خلوفه أطيب عند الله من رائحة المسك. تخيل رائحة الصائم عند البعث أفضل من أي حد في الدنيا. تخيل صاحب الميزان لما كل عمل أنت بتعمله بيضاعف 10 حسنات 700 حسنة إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، أنا أجزي به. يعني أحيانا ممكن موظف حكومة يعمل حاجة يقوم يدور المستشفى يديله علاوة، وأحيانا يعمل حاجة رئيس الجمهورية بنفسه هو اللي يلبسه وسام شرف، وأنا أجزي به ولله المثل الأعلى، وأنا أجزي به. تخيل يوم القيامة، تخيل يوم القيامة للفائزين في رمضان، قبور الفائزين في رمضان، جنات الفائزين في رمضان. أين أنت من كل هذا؟ من ضمن الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان هم الثبات، هم إن إحنا نثبت، هم الإفشالات للواقع ده نثبت. قال تعالى: ولا بدلوا تبديلا، ما تبدلوش، ما تغيروش. مرت السنين وهو لسه زي ما هم، بعد 5 سنين مين فينا هيفضل زي ما هو؟ بعد 10 سنين مين فينا أحلامه هتفضل زي ما هي؟ همه زي ما هو، كليته لدين الله زي ما هو، مشيه على الطريق السليم بإذن الله زي ما هو. مين فينا اللي هتعدي السنين وهو لسه لم يتبدل ولم يتغير؟ وما بدلوا تبديلا، ما تبدلوش ولا تغيروا. معايا يا إخواني، معايا يا جماعة، مين فينا مصمم إنه يفضل على الطريق ده؟ مين فينا مصمم إنه يثبت مهما وقع أي إنسان؟ في جيش طالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. أول ما جم عند النهر 95% منهم نزلوا شربوا، 99% منهم نزلوا شربوا. كان اللي خارجين في جيش طالوت ما يفرقوش عن حضراتكم أي حاجة، بل بالعكس كانت لحاهم أطول من اللحى بتاعتكم. وكان النقابات اللي النساء لابسينها ممكن اشد حشمه من النقابات اللي الاخوات لابسينها دلوقتي، ولكن اول ما عرض النهر، اول ما عرضت الدنيا، اللي قالوا اخترنا طريق جهاد يا رب، اللي قالوا اخترنا طريق صحراء من اجل تحرير الارض المقدسه يا رب، اللي قالوا اخترنا طريقك يا رب، اللي مشوا في الوقت اللي كل الناس خايفه تمشي فيه ورا الدين، وجاهدوا في كل الوقت اللي كل الناس خايفه كانت فيه، ونصروا دين ربنا في الوقت اللي كل الناس خايفه تنصر دين ربنا فيه. 95% منهم شربوا من النهر اول ما عرض عليهم. مين فينا هنعدي سنين وهو لسه قلبه طاهر، وهو لسه عايز ربنا، وهو لسه لا يحسنه غير ان الفجر يروح عليه مره، ولا يفرحه غير ان قليله يقومها بين يدي الله يبكي فيها من اولها لاخرها؟ مين فينا هيثبت يا جماعه؟ هم الثبات من ضمن الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان هم الحرق. واخرين منهم لما يلحقوا بهم، ده دول مش الصحابه، ده دول ناس جنب بعض الصحابه، في ناس ويكرم ويحاولوا زي ابو مسلم الخولاني لما كان يعلق الكرباج ولما رجله تتعب بعد 3 4 5 6 ساعات ويام يجلدها بالكرباج ويقول لها: قومي قومي والله لا اسحفن بك زحفا، قومي. ايحسب اصحاب محمد ان يستهزئوا به دوننا؟ ازاي؟ عايش مع الخوف، عايش مع حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايش مع اللحظه اللي هيقابل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال على العهد والميثاق. قومي، قومي والله لا اسحفن
بك بحتا حتى يكون الكلل منك لا مني. لو أبطلتني هقطعك وأكملها زحف ربنا. مين فينا عنده الهمة دي؟ ربنا رمضان ده لو راح ممكن ما تجيبوش تاج. عيش إن ده آخر رمضان في حياتك. عيش إنك إن هو رمضان مودع. عيش إن ده رمضان ارفع لقاع شعرنا حياتك كده. رمضان مودع بس أنا بودع الدنيا دي في رمضان. رمضان ده يبقى آخر حاجة في الميزان بتاعي. رمضان ده يبقى آخر حاجة أعملها في حياتي. آخر رمضان في حياتي هتعمل فيه إيه؟ لو ما لحقتش البسمائوك في رمضان هتتحول إمتى؟ لو ما لحقتش الصلاعين في رمضان هتتحول إمتى؟ لو ما وقفتش في النار من النار مع 60 فرصة للعدخل للنار هتوقف إمتى؟ يا حصري كل واحد ساعة السحور وقاعد ياكل ومش عارف ان في لسه اتكتبت، لسه اتكتبت مثلا يعني، لسه اتكتبت فيها اسماء اللي عضقوا من النار في هذه الليله، وقاعد ياكل، وقاعد مش واخد باله، ان هو لسه خلاص لسه، خلاص لسه، امال امتى؟ امال هتوقف امتى؟ امال امتى هتوقف من النار ولا رقبتك هتفكر من النار؟ لو ما اعتقدش رقبتك من النار في رمضان هتوقف امتى؟ لو ما دخلتش الجنة وبابها الثمانية مفتوحة 30 يوم هتدخل امتى؟ لو ميزانك ما تقلش والحسنات مضاعفة لدرجة ان العمر ثوابها بقى حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية البخاري حجة وفي رواية أخرى صحيحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو المضاعفة يتخيل العمر بقى حجة مع رسول عليه الصلاة والسلام يعني اتضربت في كام دي؟ يعني الضعف الكام دي؟ قيس بقى على الحسنات بقى وشوف درجة المضاعفة. لو ميزانك ما تقلش في رمضان هيتقل امتى؟ لو ما أمنتش أبرز أخطر مكان هتدخل فيه في حياتك هتأمنه امتى؟ لو ما أمنتوش في رمضان، لو ما أمنتش نفسك بالحسنات في رمضان بإذن الله وجل رحمة الله أن يرحمك بسببها هتأمن نفسك امتى؟ هتدرك الصالحين امتى؟ هموم تجعلك لا تنام في رمضان هم الحرب، هم انك تلحق باللي سبقوك، تلحق باللي فاتك، تلحق المسافات الشاسعة في الطريق اللي انت تنكبت عنها وتنكبت عنها وتكسبت فيها، هم الاصطفاء ان ربنا يستطيب ويختارك. في زمان الاصطفاء في رمضان في هذه الأمة رمضان الوقت يا جماعة خلاص جاي مع علامات الساعة، جاي مع تلاحم علامات الساعة، جاي مع تواضع علامات الساعة مع بعض، جاي مع أشارات علامات الساعة اللي ظهرت، يعني الله أعلم لسه قد إيه في عمرك وفي عمر الدنيا كلها من أولها لآخرها، الله أعلم هتلاقي فرصة تانية زي رمضان دي تشحن قلبك فيها ولا لا؟ الله أعلم هتلاقي فرصة زي رمضان دي تطهر فيها صحتك ولا لا؟ الله أعلم هتقدر تلحق ولا لا؟ رمضان رمضان من الهموم اللي تخليك لا تنام في رمضان، هم الدنيا من ضمن أقوال العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أنه وقاية من كربات الدنيا لأنك تعرضت للعطش والصبر عشان الدنيا عشان ربنا، فربنا يقود مشاكل الدنيا وابتلاءات الدنيا وكربات الدنيا من ضمن الهموم اللي تخليك ما تنامش في رمضان هم الإسلام وهم نصر دين الله. أبشركم أيها المسلمون إن امبارح الساعة 12 بالليل على قمر النايل سات بدأ إطلاق لأول مرة قمر أقذر قناة سورية للقصي زكريا بطرس، أقذر قناة سورية بدأ البث بتاعها الساعة 12 بالليل عشان الشعب المصري كله يشوفها ويبقى متاح لأي حد في بيته اللي يشوفها ويبقى في اللحظة اللي احنا عارفين فيها دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشافى ب 24 ساعة. وكان أول درس بدأ بيه درس عن الشذوذ الجنسي عن غير خلق الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الكلام لن يحرق قلبك يبقى مفيش حاجة تحرق قلبك، إذا كان هذا الكلام لن يحركك يبقى مفيش حاجة تحركك، إذا كانت الغيرة على رسول الله مش هتقومك يبقى مفيش حاجة تقومك، إذا كان ملايين المسلمين اللي في تركستان اللي 2001 منهم دفن وأحياء في الأيام الصادقة واللي الحكومة الصينية تنكل بهم من عشرات السنين واللي اتقتل منهم 5 مليون واحد في الأربعينيات من كثر أعمال القتل فيهم، إذا كان هم الإسلام مش هيحركك يبقى يحركك، إذا كان هم نصر دين الله والجندية لدين الله مش هتقومك يبقى يقومك، لو هم الأخ ما قومكش وهم الوصول إلى الله وهم إن ربنا يستقيم وهم إنك تلحق بالصالحين
في الآخرة والجنة، وهم إنك تنصر دين ربنا اللي بيقهر فيه ويحارب، وهم إنه وصل للفردوس الأعلى، وهم إنه حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الآخرة والنجاة من أهل الآخرة والنجاة من عذاب القبر. إذا كل الهموم دي ما حركتكش، وهم نفحات الله في رمضان، نفحات الله كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفحات الله في رمضان، هذا الموسم المعبأ بالحسنات والمضاعفة من الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الموسم ونسبة المضاعفة وكل الفرص وأبواب الجنة الثمانية المفتوحة، إذا كل ده ما حركتش يبقى إيه اللي حركك؟ إخواني في الله، ختاما بأكرر الاعتذار مرة أخرى على التأخير، ولكن ده يعني خير بفضل الله، لأن أظن والله يعني أظن والله بإذن الله إن من تحدث خير مني في العلم وفي الفهم وأنفع لدينكم مني بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني كثير من الناس بيحب الصوت العالي وخلاص. وأكرر مرة أخرى يا إخواني، لو تعطلت في طريق ربنا هتبقى مصيبة، لو اتأخرت في طريقك لأي حاجة في الدنيا، لو اتأخرت في طريقك إنك تاخد شهادة الكلية وسقطت لك سنتين، اتأخرت في طريقك إنك تخلص الماجستير والدكتوراه وسقطوك سنتين، مرتين، اتأخرت في مشوار البحث عن مال، اتأخرت في أي مصلحة من مصالح الدنيا مش هتبقى مصيبة، ولكن المصيبة إنك تتأخر عن ربنا عن طريق ربنا وتيجي يوم القيامة تلاقي كل الناس سامعينك والصالحين كلهم سمعوك وتلاقي نفسك اتسبت الى الله، هي دي المصيبه الحقيقيه. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، اللهم تب علينا توبه، اللهم تب علينا توبه تستخدمنا بها لنصرة دينك شعب الارض، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم انا وقفنا على بابك، لا رجاء لنا الا في رحمتك، لا امل لنا الا فيك، يا رجاءنا، يا ربنا ومولانا، يا الله، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك، اللهم اغفر لنا مغفرتك، لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، تب علينا لنتوب. تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب، اعصم بطوننا من المطعم الحرام، اعصم اعيننا من النظر للحرام، اعصم ألسنتنا من نطق الحرام، اعصم اسماعنا من سماع الحرام، اعصم ارجلنا من الخطو للحرام، اعصم ايدينا من البطش بالحرام، يا رب يا رب اجعلنا خالصين لك، مخلصين لك، مخلصين لك، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على أمة محمد، اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على أمة محمد، اللهم إن الكفار يحاربون دينك ليلا ونهارا، اللهم إن أهل الشهوات يحاربون دينك ليلا ونهارا، اللهم إنا لا نصبر أن نراك تعصى في شوارع الإسلام والمسلمين، اللهم إنا لا نصبر أن نراك تعصى ليلا ونهارا، اللهم ارحم قلوب من يحبونك ولا يصبرون ان يرونك تعصى يا رب العالمين، اللهم اعز اهل طاعتك، اللهم اعز اهل طاعتك، اللهم اذل اهل معصيتك، اللهم انصر دينك واعز الرياد، واعز الرياد، واذل لدينك ان يسود، واذل لشرعك ان ينتصر، واذل لكتابك ان يحكم، واذل للدعاة اليك ان تفتح لهم الابواب، اللهم انزل الهداية على قلوب شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين واطفال المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اقصر ظهور العلمانيين، اللهم اقصر شوكتهم، اللهم ادحرهم، اللهم اهزمهم، اللهم نكل بهم يا رب العالمين، اللهم اقصر شوكتهم فانهم يحاربون دينك ويحاربون اوليائك برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر اخواننا المحاصرين في غزه والمجاهدين في العراق والمجاهدين في فلسطين وافغانستان وتركستان والسودان وكل مكان يا رب العالمين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني في سؤال يا اخواني، كيف يكون رمضان فرصه للتغيير في رمضان للشباب؟ رمضان يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلوش فرصة للتغيير، ده جعلوا ألف فرصة للتركيبة مع بعض للتغيير، صيام صح بس كافي انه يغيرك، صلاة صح بس في رمضان كافية انها تقلب حياتك،
لو بس اشتغلت في صناعة المعروف والصدقات في رمضان صح كافية ان هي تغيرك. رمضان اعظم فرصة انه يغير فيك اي حاجة. كل طاعي القرآن. القرآن يا شباب. القرآن يا اخواني في الله. القرآن اللي عايزين نتفكر الله فيه. يقول لك رمضان شهر القرآن. هات يا ابن المصحف. وقعد امسك مع بعض ورا بعض. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده? ايه يا اخواني اللي انتوا بتعملوا ده? رمضان شهر القرآن. طب ما نتفكر شهر شهر القرآن. طب ما شعبان عند السلف اسمه شهر القرآن. القرآن. هو يعني ورمضان شهر لا ده رمضان شهر التفرغ للقران ايوه التفرغ للقران ولكن ليس التفرغ لتلاوته فقط كان يتيج بين فيدارسه القران فين مدرسه القران فين هذه السنه التي نظر الجهد في الامه فين يا جماعه جهدنا على فهم القران في رمضان جهدنا على الاحساس بالقران في رمضان عايز تتغير في رمضان خلي علاقتك مع القران علاقه سليمه في رمضان اقرا القران صح ما تجيش كل همك انك تمسك المصحف تقطر ورا بعض والله العظيم معظم الاخوه لو واحد جاب المصحف المحمول بتاعه وشد الفتله بتاعته من النص بعد ما خلص والله معظم الاخوه ما يفتكروا كان واقف فين ولا كان بيقرا يسرا طب انت بتعمل ايه يا ابني؟ طب انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ ده ايه واحده تفهمها وتعقلها خير لك من كل هذا واثمر لقلبك وللطاعات بعد كده ده حتى الفكر الاستثماري انك انت لما تقرا خمس ايات تفهمهم وتعيش معاهم ربنا يرزقك بسببهم الف طاعه بعد كده لانهم يكونوك على ده خمس ايات في اول سوره تقرا قلم ومكه كلها ده ايه واحده النبي عليه الصلاه والسلام بقى نبي بايه النبي بقى نبي بايه عليه الصلاه والسلام عايزين يا جماعه نتعامل مع القران تعامل سليم تعامل حقيقي يا اخواني اقرا القران يا عم زي ما انت عايز ولكن عايز تتغير في رمضان كل علاقه سليمه مع القران يعني اعمل ايه؟ يعني انت تفسير السعدي جبت تفسير السعدي وعديت صفحاته كلها اللي هي طبعا المجلد المشهور ده عديت صفحاته كلها وقسمتها على 30 بحيث ان احنا نشوف اللي هيقرا تفسير الجزء من تفسير السعدي في رمضان هيقرا قد ايه؟ وجدت المتوسط طبعا تطول في بعض الاجزاء وتقصر في بعض الاجزاء المتوسط 29 صفحه 29 صفحه ما تعرفش تقرا 29 صفحه من العصر للمغرب تقرا تفسير الجزء الايتين في التراويح بالليل من العصر للمغرب تبقى بتقرا الايات وانت فاهمها وانت عارف انت بتسمع ايه وانت فاهم عن المالك سبحانه وتعالى ربنا بينزل لك رسالات بيقول لك فيها ايه يبقى اذا يا اخواني لو عايزين رمضان يغيرنا لازم احنا نفسنا نتغير مع رمضان احنا نفسنا نتغير في رمضان نصيحتي ليكم يعني 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 اقرا القران زي ما انت عايز كثيرا ولكن حاول ان الجزء اللي يقرا في التراويح تحضره بخشوع وتدبر وقراءه كده جيده جدا بعد العصر او تحضره بالمدرسه انك انت تقرا تفسيره وتطبق بقى فكره المدرسه احياء بقى خدمات المدرسه تطبق او تقرا تفسيره بحيث انك انت تعيش معاه ولكن يعني يعني الحاجه اللي الواحد يمكن جربها زمان وفرقت معاه فرق ضخم جدا في حياته وهذا من باب النصيحه لله يعني ان كان الواحد ايام الكليه كان ممكن يعمل اليوم بتاع رمضان كله لجزء واحد بس النهارده واحد رمضان النهارده الجزء الاولاني طب ما انت كده لا ما انت كده ماشي في كذا خدمه مع بعض لو جيت في جلسه الضحى قريت الجزء ده وجيت بعد الظهر لغايه المغرب مثلا قرات تفسيره او سمعت تفسيره مدرس تفسيره يبقى ليه برضه وجيت بعد المغرب الساعه اللي بتضيع مننا بعد المغرب فيه اللي اتقرا فيها جزء ولا جزئين يعني خدمه ولا خدمتين على مدى الشهر كلهم اديك ماشي في خدمه ثالثه وجيت في التراويح سمعته اديك ماشي في خدمه رابعه خدمه سماع وجيت في التهجد صليت بيه او صليت باكثر جزء فيه ربنا فتح قلبك فيه اديك ماشي يعني اذا انت ما انتش حالم في الحسنات عن اي حد ولكن انت بتخرج بعلاقه عميقه مع القران مش قادر تطبق كده واصل ما بين الاثنين ووازن ما بين الاثنين ولكن لازم علاقتنا تتغير في رمضان يعني وبنصح كل من اتاه الله علما في كتاب الله ان يعني يعلم الناس التفسير في رمضان لان علمائنا علماء السلف استحقوا دروس التفسير في رمضان لانها من باب مدرسه القران ومن باب ربط لغه القران والا فكثير من الاخوه بيختم في القران في رمضان 7 8 10 مرات ويخرج من رمضان زي نفس المخلوق اللي دخل رمضان سبحان الله طب ليه يا ابني كانت ختمة واحدة بس تبقى فاهم انت بتعمل ايه تغير لك حياتك كلها تصنع منك داعية رمضان اعظم ما حد لأداب الدعاء ولكن لو اقمنا علاقة سليمة مع كتاب الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا يا اخواني وربنا يسددكم يا رب ويفتح عليكم جميعا يا رب جزاك الله خيرا يا شيخ على ما اسال المسلمين سليمه
وألهب المشاعر وهيج القلوب وحرض على القيام لنصرة دين الله عز وجل وحث على قطع الطريق إلى الله عز وجل بقوة واجتهاد. فهذا هو دأب السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ما قال وأن ينزل له الأجر والمثوبة على ما لدى من دعوة إخوانه. فنسأله سبحانه أن يجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله.